وحسام غالي ده احنا بنتكلم في صالح جمعه، بنتكلم في عبد الله السعيد، بنتكلم في نوعيات تانية خالص تواكب الجزئيه بتاعت حسام غالي. حسام غالي القرار بتاعه، هو لعيب كبير جدا، لعيب عالمي، لعب بره مصر ولعب في انجلترا ولعب في حتت كتير قوي، هو اللي بيقرر لنفسه انه يكون مستمر او عنده الحميه ان هو عايز يبقى موجود وعايز ينهي حياته بهذا الشكل اللي موجود جوه النادي الاهلي، ولا هو عايز يكمل في انا لو منه كمل يا كابتن فاروق. ليه؟ ان في زهو وفي في في عصر حلو النادي الاهلي داخل عليه، ما شاء الله، الله اكبر، في بؤره ضوء جامده قوي، في هو عنده اسم كبير كمان، عنده اداء ممكن في ظل اللي موجودين ده لو توفق في بطوله افريقيا الجايه بيشيل الكاس ويبقى عمل انجاز غير عادي لو الفرصه دي اتيحت ليه. وهي ثقافه كمان ان حسام غالي عنده جزئيه ان انا ممكن اقعد احتياطي، ما عندوش مشكله، الثقافه دي موجوده عند حسام ككابتن للفريق وعارف مصلحه الفريق بشكل كبير. وانا كمان ساعات سواء جوه الملعب او بره الملعب ساعات ببقى قاعد بره بتفرج وبنزل 30 دقيقه او 20 دقيقه بحول المباراه وبعمل لنفسي شكل حلو قوي وبعمل للفرقه شكل كويس.